جرح لو من غالي يذبح بالبطين، ليه الفرحة مشيت من طاري وانا في طاري، لكتر الوجع خلاني مش حاسس بشي، اللي دايما بعيش طيب وسمح اللي خان، اللي بقول نصيب عشان اجيبها على الزمان، اللي بضحك وايدي مسكة جرحي بخاف يبان، بقابل يا ما ناس وكلهم زي بعض، يا ريتهم حسوا بيا العمري عدي، لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي هي، بقابل يا مناس وكلهم زي بعض، يا ريتهم حسوا بيا العمر يعدي، لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي هي. لحظة رجوع الخاين توبة بعد دي، لو نرجع نسامحه بيرجع ما بيبقاش بريق، ليه ما بقاش في حد بيخلص بحقه حقيق، من دمي وهمه ده همي وبيجرحني، ليه أقيد عمري شمعة تنور اللي خايف عليه، وبدل ما الأنور طريقي بيحرقني بيه، بقابل يا ما ناس وكلهم زي بعض، يا ريتهم حسوا بيا العمر يعدي، لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي هي، بقابل يا ما ناس وكلهم زي بعض، يا ريتهم حسوا بيا العمر يعدي، لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي هي. ليه الجرح لو من غالي يذبح بالبطين، ليه الفرحة مشيت من طريق وانا في طريق، لكتر الوجع خلاني مش حاسس بشي، لدايما بعيش طيب وسمحت اللي خان، لبقول نصيب عشان اجيبها على الزمان، لبضحك وايدي ماسكة جرحي بخاف يبان.